شكرا بسام الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان، نرحب بكم في هذه الانطلاقات ومنافسات سن الكبار، سن الحيل والزمول ضمن هذا السباق المحلي الثالث، حيث تنطلق منافسات هذه الأشواط الخاصة بشعارات أبناء القبائل الحاضرين والمتواجدين هنا على أرضية ميدان الشحانية. على بركة الله أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع، شوط رئيسي للزمول العمانيات، نتابع من خلاله هذا الحضور وهذا التواجد في هذا الشوط. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط، نتابع أول المراكز وأول المنطلقين. كفو لمحمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري هنا على البداية، والصدارة يقدم لنا كفو على أول المراكز. بينما أتابع المركز الثاني هناك والقادم مع ثاني التحديات، شعار بن عمارة يقدم لنا هملول، عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري يتقدم مع ثاني المراكز. بينما أتابع المركز الثالث والقادم زيزوم يصل مع ثاني أو ثالث المراكز هنا، ويتواجد مشاهدينا الكرام زيزوم لمحمد بن راشد بن سالم المري مع ثالث المراكز. بينما رابع الأسماء وتابع القادم والتواجد في هذه اللحظات من الصنع، عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني القادم مع رابع المراكز. وخامس الأسماء أتابع الوصول من ركن لمحمد بن سالم بن عسيكر القادم مع خامس المراكز. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام المتقدمة في هذا الشوط، مع رئيس العمانيات يحمل لنا نخبة الزمول العمانيات المشاركة والمتواجدة على أرضية الميدان. أعود من حيث بدأنا هناك مع الصدارة والبداية، أتابع كفو على مقدمة الشوط بشعار محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري هنا يقدم لنا كفو مع البداية والصدارة، يقود هذه الأسماء يتقدم على حساب الجميع هناك مع أول المراكز مع البداية. بينما أتابع هملول القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، لعبد المحسن بن طالب بن علي بن عمارة يتقدم مع ثاني المراكز، ولكن القادم زيزوم يصل مع ثالث المراكز لمحمد بن راشد بن سالم المري القادم مع ثالث المراكز. بينما أتابع الوصول، أتابع القادم في هذه اللحظات، الله، وصول هنا، وصول من منادي محمد بن صالح بن حمد القمرة، يتقدم منادي القادم مع رابع المراكز. بينما خامس الأسماء تابع من الجانب الآخر، ولكن التغيير في هذه اللحظات من مسير خالد بن سالم بن حمد بن مسعود هنا القادم في هذه اللحظات، ولكن ركن هناك من الجانب الآخر، شعار بن عسيكر يغير مع ركن محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر القادم مع هذه اللحظات مع خامس المراكز. الله يا الأسماء، الله يا التحديات القادمة في هذا الشوط. ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع مقدمة الشوط، أتابع كفو هناك على الصدارة على مقدمة الشوط، يتقدم يقود المسيرة إلى هذه اللحظات منذ البداية. هناك كفو على الصدارة على أول المراكز بشعار محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري مع أول المراكز، ولكن بن عمارة القادم مع هملول مع ثاني المراكز. عبد المحسن بن طالب بن عمارة يتقدم
يتقدم مع ثاني. التحديات الله يا الأسماء القادمة، الله يا الشعارات الحاضرة في رئيس الزمول العمانيات. هناك زيزوم قادم مع ثالث المراكز، محمد بن راشد بن سالم المري القادم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء، مرحبا بمنادي، يتقدم منادي لمحمد بن صالح بن حمد القامرة شعار السندباد، يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا منادي في هذه الانطلاقات في بداية موسم جديد. يحضر منادي في هذه المشاركات التجهيزية لما هو قادم في قادم الأيام. يتقدم شعار السندباد، ولكن أتابع وصول من لهاب، يصل شعار بالسيقان، يتقدم في هذا النداء الأول لهاب حسين بن علي بن حسين. بالسيقان قادم مع خامس المراكز. وصلت الزمول، وصلت الشعارات، 2 كيلو ما تبقى عن خط النهاية. الله الله، شوف الهجوم، شوف الأسماء القادمة والتغيير من هملول. هملول غير على الصدارة، غير على مقدمة الشوط. عبد المحسن بطالب بن عمارة يقدم لنا هملول مع البداية والصدارة. زيزوم من الجانب الآخر يخترق العمق، يتقدم ويغير في هذه اللحظات بشعار محمد بن راشد بن سالم بن محمد المري. يتقدم زيزوم، ولكن أتابع منادي. منادي قادم بشعار محمد بن صالح بن حمد القمر قادم مع هذه اللحظات من الجانب الاخر. لهاب الله يا بالسيقان قادم مع لهاب حسين بن علي بن حسين بالسيقان. هنا الحاضر والمتواجد مع لهاب، وهناك اتابع القدوم من مسير خالد بن سالم بن حمد بن مسعود، يتقدم مع رابع المراكز ويقدم لنا شعاره مع مسير. ولكن الامور على الصدارة، على مقدمة الشوط. الله زيزوم، زيزوم مع رئيس العمانيات الى هذه اللحظات. محمد بن راشد بن سالم بن محمد المري يتقدم، يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا زيزوم. زيزوم ومنادي، منادي القادم مع ثاني المراكز بشعار محمد بن صالح بن حمد القمرة القادم في هذه اللحظات. ولكن شوف الوصول، ركن يصل، بن عساكر يشكل الخطر في هذه اللحظات. ولو كن هايش هايش هايش، الله يا بن دلهم الحاضر في هذه اللحظات يقدم لنا هايش علي بن دلهم بن ناصر بن علي الهاجري. وهناك وصول من الجانب الاخر، شهلول الله القادم مع اللحظات الاخيرة. سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبد القادم، القادم شهلول الله يا الاسماء. هناك هملول، فاران بن عتيق بن محمد البريد القادم مع رابع المراكز. ولكن الامور على الصدارة، غير منادي، غير منادي هذا البطل الحاضر في هذا الشوط محمد بن صالح بن حمد القمرة. ولكن هناك زيزوم من الجانب الاخر، محمد بن راشد بن سالم بن محمد المري. الله الله، هايش من الجانب الاخر، وحضور من شهلول. شهلول وهايش وزيزوم، ثلاثية على الصدارة. انطلقت الزمول في رئيس العمانيات، ولكن زيزوم، زيزوم على الصدارة، زيزوم مع اللحظات الأخيرة. شهلول القادم، شهلول القادم مع ثاني المراكز. ولكن زيزوم، زيزوم يا أبو راشد أسعد الله صباحك إلى هذه اللحظات. نتابع زيزوم محمد بن راشد بن سالم بن محمد المري هنا مع رئيس العمانيات. مع زيزوم تهانينا، والناموس ثاني المراكز شهلول لسعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبد. ثالث المراكز كان الوصول من هايش لعلي بن دلهم بن ناصر الهاجري. رابع المراكز وصل هملول لفرام بن عتيق بن محمد آل بريد المري. وخامس المراكز وصل منادي لمحمد بن صالح بن حمد القمرة. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام. نعود بالتوقيت الزمني، لحظة وصول زيزوم إلى خط النهاية، 9 دقائق 48 ثانية، 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن سالم بن محمد المري. ثاني المراكز كان الوصول من شهلول. توقيت الزمني 9 دقائق 49 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. التهنئة لمالك شهلول سعد بن عجيان بن حمد بن صالح
العبدة بينما وصل في ثالث المراكز. هايش توقيت الزمني 9:50 73 جزء من الثانية الثانية لعلي بن درهم بن ناصر بن علي الهاجري. تهانينا والناموس للجميع.